احتفى الوطن العربي بالكامل بما وصل إليه المنتخب المغربي من إنجاز تاريخي في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم، والتي تقام في قطر ولأول مرة في دولة عربية. المنتخب المغربي وصل ربع نهائي المونديال كأول منتخب عربي يحقق هذا الإنجاز، قبل أن يصل إلى نصف نهائي البطولة كأول منتخب عربي وإفريقي. خطوة واحدة تفصل المنتخب المغربي عن كتابة تاريخ جديد، والعبور إلى نهائي بطولة كأس العالم وربما التتويج باللقب الغالي، ليضع نفسه في مكانة خاصة في تاريخ كرة القدم. مع كل مباراة كانت الطموحات العربية تزداد، وكلما اقترب المنتخب المغربي من إنجاز تاريخي كلما زاد طموح الجماهير في الوطن العربي بأثره. إشادات من كل جانب حصل عليها المنتخب المغربي، سواء من الجماهير والمشجعين بمختلف جنسياتهم، أو من المحللين والإعلاميين ونجوم كرة القدم في العالم، سواء الحاليين أو المعتزلين. الأمر لم يقتصر على الوطن العربي فقط، بل نال أسود الأطلس إشادات دولية من كل دول العالم، بعدما أثبتوا قدراتهم وأنهم جديرون بما وصلوا إليه في المونديال حتى الآن. سؤال طرحه الجميع عبر مواقع التواصل الاجتماعي: أين النجم المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، من كل ما يحققه المنتخب المغربي في المونديال؟ لعب محمد صلاح أمام بعض عناصر المنتخب المغربي، كما أنه منتخب عربي، بل وممثل العرب وإفريقيا الوحيد في المونديال حتى الآن، والذي حقق إنجازات للتاريخ. إذن لماذا لم يهنئ صلاح المنتخب المغربي بإنجازاته التاريخية حتى الآن؟ الكل يتساءل، ولم تأتي أي إجابة من النجم المصري، رغم أنه يشارك في الوقت الحالي في معسكر ليفربول استعدادا للموسم الجديد. في يوم 5 ديسمبر الجاري أشار صلاح بطريقته الخاصة إلى أنه لا يتابع كأس العالم الحالي من الأساس، إذ نشر صورة له أثناء متابعته لمباراة كرة الطائرة بين سيدات الأهلي والزمالك في الدوري المصري، وذلك في اليوم الذي أقيمت فيه مباراتين من ثمن نهائي المونديال. البعض ربط بين عدم تهنئة صلاح للمغاربة بعدم تصويتهم للنجم المصري في أي من السباقات التي خاضها من أجل التتويج بجائزة الكرة الذهبية، إلا أن الضياء السيد مدرب المنتخب المصري الأسبق علق على الانتقادات الموجهة لمحمد صلاح، إذ قال: لماذا لا يتم انتقاد المغاربة عندما لا يصوتون لصلاح في البالوندور؟ وأضاف ضياء السيد في حديثه لبرامج التلفزيون أن العرب أعطوا صلاح صفرا في تصويت البالوندور، فيما قال كذلك أنه لم يتحدث مع صلاح خلال الفترة الأخيرة. إلا أنه لا يظن أن النجم المصري لا يتابع المونديال كما يقول البعض.